معرضي هذا اللي أول شيء سنتين عم بشتغل فيه. ثاني شيء أنا عشت الأزمة السورية بتفاصيلها كلها، يعني المرئية والغير مرئية، عرفت شلون؟ فعشت التهجير وعشت يعني شغلات يعني ما فيني أوصفها. فأنا كوني فنانة يعني هالمشاعر هاي جسدتها بلوحات. أول شيء نحن بسوريا لنا حضارة قديمة، يعني ما في أي إنسان ينكرها. فأنا هوني أنا جسدتها بلوحات البادية السورية، جسدتها مثلا بتكية سليمانية هوني عندي وراي، بتدمر اللي إلها وقع خاص بالحرب السورية، اللي قديش وعملوا فيها يعني من الآثار، خربوا آثارنا، خربوا متاحفنا، سرقوا آثار تبعنا، هربوها لبر. يعني أنا بحزن كتير هوني. الجيش السوري أنا مجسدته بلوحة هنيك، استراحة الجندي السوري، يعني استراحة الجيش السوري ضحى بأغلى ما عنده، بأغلى ما عنده اللي هي الروح، ضحى بكل شيء عنده. فهون أنا يعني جسدتها، وأنا بتمنى بأنه هاي اللوحة تصير نصب تذكاري للجيش العربي السوري. ما لمسناه في ما قدمته الفنانة صبري بمعرضها الفني أو بمعرضها الفني، لمسنا الارتباط بالأرض والارتباط بالوطن والرؤية العميقة للفنانة في عودة ونهوض سوريا من جديد، هذا الفينيق اللي تعود عليه العالم وسوريا وشعبها وجيشها وقائد، عود العالم انه ننهض بشكل دائم من الكبوات اللي مصيب بلدنا او من تكالب المستعمرين عليه. واللوحات كانت بتنم عن هذا الموضوع وهذا الاصرار وهذا التحدي للشعب السوري، للمواطن السوري، للجيش السوري في العودة من جديد وعودة سوريا بلد قوي من جديد بجيشها وقائدها وشعبها. المعرض بيحكي الواقع، بيحكي واقع سوريا، مجسدة كل لوحة من لوحاتها بهذا المعرض عن واقع من أو قصة من قصص اللي حدثت في سوريا. كان معرض رائع جدا، شاهدنا لوحات عديدة موجودة فيها بتمثل آثار الموجودة ببلدنا، ومنها آثار تدمر اللي هي دمرت عقيد الإرهاب.